السلام عليكم. تنقول باسم حنايا احنا جمعيه الفتح ديال السوق هنايا ديال الباعه المتجولين في الراشه، وتنهضر بالنيابه على الجمعيه كامله وعلى اصدقائي هادو اللي دايرين بينا. حنايا سيدي السلطه المحليه اختصاصات دايره لنا واحد النظام خاصنا نتبعوا عليه، الله زعما الله يكثر خيرهم. وتنحي صاحب الجلاله مواليك محمد السادس نصره الله على المبادره اللي داير ابو الفقراء هذاك، الله ينصرو ويعيدوا لنا. وحاجه وحده لما حاجه ديال السلطه المحليه تتخدم القانون ديالها، حتى هما داروا معنا نظام يعني ما داروش هذا سفري وهذا عظمين، حنا نهضروا بالدارجه هكذا الفصحى. حنا داروا معنا هاد السلطه المحليه ماشي جد ضدنا، لا عاوناتنا وانضماتنا بما فيهم قائد، بما فيهم باشا، بما فيهم مقدمين. شنو حنا هاد الناس هادو شنو تنتسناو منهم؟ شنو بغينا منهم؟ حنا الله يكثر خيرهم، ويد السلطه طويله على يد المواطن. هما محترميننا وحنا محترمينهم. لا حنا ضد السيبه وضد الارهاب وضد الفساد. حنا شعب بغينا احنا نكونوا منضمين بعضياتنا. شكرا.